شكرا كثير إلك. يا لنجي، محاشي باذنجان. شو هالاكلات الطيبه، حلوه كثير هالمفاجاه من سليمان. شمينا ريحه الاكل من الصبح، مين بيعرف لسه شو بده يجيب. كثير شغلات، فيك تقول اكلات اليوم كلها اللي بتحبها انت. يعني انا لازم اروح وارجع مشان هالشغلات الحلوه. بالله شو بس رجعتي عم تصير حلوه كثير. شوفي هاي انعام اجت فورا لتشوفني، وكمان ما نسيت حدا من الهدايا. عودكن على هيك، قولوا لي شو اعمل. بعمرها ما اجت لهون وايدها فاضيه ابدا. اختي اسمعي، نحن ما بتجينا الهدايا الا بالاعياد وبس. ما في لناكرين الجميل. كل مره عم تحرجينا بهداياك يا انعام خانو. شو عم تحكي، ما في شي من قيمتكم. شكرا لك، وذوقك كتير حلو. حبيبتي انا كتير بفرح لما بيعجبوكم. بياخذوا العقل. كل شي جاهز عندي؟ تمام خلصت. يلا تفضلوا على الاكل، صحتين وهنا على قلبكم. وانا راح اغسل وشي مشان ما اغفى على الطاوله. ماشي، تفضلي انعام خانو. عدنان بيك، انا اسفه كتير على الشيء اللي صار اليوم بالغلط. انا كنت مفكره حالي عم بتدين من سمر وقت استعملت بطاقتها، طلعت متدينه منك. بكره الصبح رح حل هالمشكله ورح رجع كل شيء للصايغ. بيصير هيك شيء؟ ايه هذا اللي لازم يصير، انا وماما حكينا بهذا الشيء. يلا تفضلوا. لحظه، حابب تعتبريها هدية عيد ميلاد مني؟ أنا آسفة حبيبي، بس أنا أفضل نقدم هدايا متواضعة مشان ما تتحمل الناس أكثر من اللازم، وهيك أحسن للكل. ما في مشكلة، واعتبروها هدية مني أنا. شكراً كثير، أنت إنسان كثير ظريف. كمان إنسان كريم لا تنسي. العفو فيروز خانم. أكيد أنا ما عاد بدي منكم هدية طول السنة، يلا خلونا ما نتركهم ينتظروا، الكل قاعدين. هلأ بجي. شو صاير؟ ما في شي، لا تشغلي بالك. الطاولة طالعة حلوة كتير، يا ترى مين بيعرف قديش درجة الحرارة بمحشي الباذنجان؟ ما تفكري بالحرارة على القليلة اليوم. طبعا، لأنك أكيد بتظلمي صفرة. صحتين وهنا. آخ منك يا مهند، دائما تجي متأخر على الأكل. عمتي أهلا وسهلا. لمين جايب هالوردات الحلوين؟ أكيد جايبون لإلي. جايبون لعمي يا سمر. خلينا نحطهم على الطاولة. كتير حلوين، جميلة. حطيهم بالمزهرية. مهند بيك. جايب لك هالورد إلك. يا عيني يا عيني، ابن أخي كتير مزوق. صار هيك بعد ما تعرف على بشرة، مين بيعرف قديش عم تتعذب هلا. إن شاء الله ألف مبروك حبيبي، تتهنى بحياتك يا عمري. آمين. ليش ما إجت بشرة؟ ما مرقت لعند بشرة بعد ما طلعت من الشركة، وليش ما جبتها معك؟ قال اليوم كان عندها شغل كتير وتعبانة، قالت لي مو حابة تطلع من البيت ابدا. انا تعرفت عليها بعيد ميلاد نهال، بنت حلوة كتير وجذابة. فعلا كتير لذيذة. جيبها قبل ما اروح مشان اتعرف عليها اكتر. بصير يا عمتي. هي بتسلم عليكم وبتعتذر لانه ما اجت، وبتقلك الحمد لله على السلامة. شكرا كتير، يلا بلشوا الاكل برد. صحتين وهنا. احلى شيء الواحد يرجع على بيته. عم تروح وتجي معه، وبعدين اتنيناتهم عم بيحكوا لرنين نفس الشغلات. الحمد لله انه سافر، ارتحنا منه هالاسبوع كتير. انت ما بتستحي، عيب عليك. شو اسمه الولد؟ زيد. اسمه بيذكرني بحدا تاني، ضروري لازم نلاقي حل لهالمشكلة. رح سميه زينجو لانه بيشبه الافلام الكرتون. هلا شو جاب لجاب؟ ليش شبه افلام الكرتون؟ كتير حلوة بتجنن. سمر تليفونك. عن اذنكم. بيسان، بس دقيقة بيسان. هي بالعادة ما بتتصل معنا بوقت الأكل، أكيد صاير شي.
صار فيني أحكي. تعرفي من هو الضيف اللي إجا لعنا اليوم المساء؟ مين؟ حلمي بيك. أكيد رح تخلينا نشوفك بحفلة الجمعية، ما هي؟ قولي إن شاء الله. سمر بعتت لي كرت دعوة مشان أحضر الحفلة. سمعت إنه سمر ناوية تعرض لك لوحة بالمعرض. حلو كتير، أي وحدة؟ أكيد ما رح تعرض صورتها. يا ريت لو كان عندي خبر، كنت حضرت شي خاص. كل الأعمال اللي بتساويها مميزة كتير. بيعرف إنه رح أحكي لك يلي صار، لهيك ما أدري أخبي عليك. ما بعرف، بس أنتي معقول تصد الشي اللي عملته أروى؟ خلت البنت تقدم حفلة عرض أزياء إلها واحدة وبعدين تركتها ومشي. يعني هي بالأخير قريبة ماما وأكيد صارت مثلها. عفواً حلمي بيك. أسف، ممكن أخذ ببرونة الصغير؟ دقيقة سمر، بدك تغببي على قلبه للزلمة؟ يسلم إيديكي. وإيديك. بعد ما تأكد إنك عم تحكي معي. صار متأكد إنك عم تحكي لي يلي صار. دخيلك آخر همي، رح سكر، ما بدي خليهم يستنوا أكتر. تمام حبيبتي، بنحكي بكرة. سلميلي على عدنان. بيوصل حياتي. يلا يا روحي جعنا. يلا إجيت. قديش هادي ما مثلي. شاء الله بجنن. شو بدها؟ ما في شي كتير مهم. شو صار؟ حلمي بيك اعتذر مني هاد وصالحه. شو المناسبة حتى يعتذر؟ ما بعرف السبب. بيكون حس بذنبه قدام عيلته. ما حدا بيعرف بشو عم يفكر هالزلمة. أكيد حس بغلطه، عمل خطوة إيجابية حلوة كتير. ما بيصير حدا يزعل من ابنه. إذا بيضل هذا الزلمة بعيد بيرحم الناس واللي حواليه. إذا قمت أكيد ما رح تزعلي يا روحي. لا حياتي، أنت تعبان. بعد شوي رح ينزل راسه بالصحن. أنا رح أطلع معك. تصبحوا على خير. وأنت الصبح بشوفكم، لا تواخذوني. ولا يهمك. ما حدا رح يأخذك عدنان، أنت إجيت من سفر طويل، خد راحتك حبيبي. أنا رح نايمه للشب وأجي. الليلة رح أختار صورة من ورشتك. تمام، بس خليني بكرة الصبح شوفها، لا تعرضي شي ما بدي إياه بالمزايدة. مثل ما بدك. بقول لهم يجيبوا لكم الحلو؟ طبعا، ليش لا؟ نهولتي؟ ما بدك تعزفي لي بيانو؟ ولا أنا غلطانة؟ طبعا بعزف لك. إذا هيك تفضلوا. بقول لهم يجيبوا الحلو على غرفة الموسيقى. مهند بيهرب؟ لا يا سيدي، ما بده يهرب لأي مكان، وبده يسمعني. تكرم عيونك. كتير اشتقت لك. وأنا حبيبتي. خليني شوف إيميلي مشان أختار اللوحات وبعدين برجع لعندك. بس قلتي لي لوحة واحدة. تمام، بس واحدة، ما رح أخذ أكتر.